وبما انه ثلج والاجواء عندنا انجماديه، فشنو تشريب الدجاج بالزعفران بمحله، والتمن مالتنا هم تمن زعفران. يلا اليوم تشريب، بعد ماكو باكر تشريب، انا مسافره. تشريب بالليل سويتكم حتى تشبعون من طبخي. اوكي غني لك اليوم، غنوني لا يا مسافرين. اهم شيء جرجير، جرجير وافوكادو، رمان وصوصه لبن وشواندر. نعم اللي بيها كل شغلاتي، تمام؟ فهسه شنو؟ هسه راح ناخذ هذا الفستان الجميل. بس بدون التقلاقة. شوفوا بنات، راح نبدي نلم الغراض. أول شيء أجي هذا الثوب الحلو، ما أريده يتلف، أخاف عليه. بس الكيس مو مالته. بس خايلو انه الكيس مو مالته. اوكي راح نلفه ونجيب الكيس نحطه حتى لا يصير عليه زيت، ما زيت هالسوالف. زغرنا نصيح على لولو، يعني عندي شغلات جوا. رادينا هذا حلو البلوز مو لولو اخذه؟ كلش حلو. اوكي بس شلون راح يعني تلبسينه مو حاره؟ لا هم تصير يعني منش مال تصير بارده بالليل، فنحتاج نلبس بلوز. اوكي مدراني لين بردانه اليوم، جو ثلج قاعد تلم شكو شغلات. زين بنات، اللي سالتوني عن الفستان اللي لبسته من كنت بفرنسا، هذا كامل شوفوا كلش حلو هيك يصير، والمالته الكلوشه كلش كلش راقيه. ومع العلم اني غسلته مرتين، يعني طلعت بيه اكثر من مره وغسلته. ابدا هواي سالوني عن الكبسه انه بالغسل تروح، لا ابدا ما تروح نهائيا. هاي شوفوها الكبسه مالته هي هي، ولا راحت ولا احتاجت انه اوديه للش اسمه، بشكل راقي. ويا مالته الش اسمه بنات الستره، فتقدرون تلبسوه هالشكل وحده تطلعون بيه، او تحطون عليه الستر ترى حتى للمحجبات هم يرهم. ورودينا ما ادري ايش وقت تنزل جوا تجيب لي ماتي كانت عجوزه. هاي الستره السوداء. اعتقد راح نلبس هذا، هذا راح البسه. اوكي هذا بشكل احبه. شوفوا الجمال مالته بنات، بشكل تحسون يعني ما اعرف هيك فد رقي، فخامه ونزاكه. اللون مالته انا صراحه كلش احب الالوان الاوف وايت. شوفوا تحسون هاي اللمعه، شايفين اللي تبين هيك خفيفه، كلش يعني احسه صدق باللبس فد شي راقي. وكل انواع التوب سيرهم عليه، كل الالوان اذا ستن اذا مات. شنو يعجبكم خلوا عليه التوب جوا، انواع التوبس يعني بشكل عام، ويطلع واو. طبعا هذا راح البسه باكر الصبح، قاط هو كامل ويا مالت التنوره. هذا هم وفرت لكم اياه عند بيج حرير، تقدرون تطلبوه بكل المقاسات. التنوره مالته تكون تقريبا للركاب، كلش راقي. وباكر راح انزل لكم صوره بي من البسه بالانسان. الوجبه الثانيه جت الوجبه الاولى، يابا وقفت ان شاء الله جوا الملابس خليها هناك. دائما اني اخلي بيها ذا كريم ذا شامبو هالسوالف، لانه اخاف من عدها الصراحه تروح تطق او شي، حفاظا على الملابس.
هاخذ هذا الحذاء الاسود لانه يرهم ويا كل شيء، وهذا الفضل اعتقد بس هذول ما راح اخذ هوايه. شو رايكم؟ لان يعني هذا كلش حلو يرهم ويا كل الموديلات وهيك سوالف. فاخذت لها هاي الساعه، حسيتها كلش مناسبه انه تلبسها كل يوم، عرفتوا شلون؟ فما اعرف ليش حسيتها هيك بشكل نازكه ولطيفه، وخصوصا الزجاج مالتها بنات بالحقيقه يعني اللمعه مالته فتشي. خليه تخيلوا صارت الساعة بالثنتين وأني منايمة. المهم سديت الجنطة وراح أروح أنام وأرجع لكم بعد شوية من أقعد، لأن لازم أقعد الساعة بالستة. مورغان 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 يلا زد أكل أنت. راح تروح وياي باي باي؟ لا عاد وين تريد تروح؟ يلا أمشي نروح أنا وياك. يلا انزل انزل بعلقاء شلون مجمدة. أوبس يو يابا. لا لا مو طبيعية، شوفوا 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 المنظر الله عليكم، يعني تزحلق بشكل مديدة. تزحلق بشكل مو طبيعي. حلوة ما ادري وش يدي قصيرة اسويها اني؟ ها؟ بس هي ذايبة هسة اعتقد. هاي بعدها شوفوا شلون جامدة هي. هاي بعدها شبابيك طبعا الشوارع كارثة بالانجماد والثلج. شوفوا شوفوا المنظر مال الشارع. بس بس منتظرين رودين بدها تجيب شغله من البيت ودن. هسه صباح الخير مرة ثانية، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ رايحين للعراق البغداد الحبيبة. شوفوا رغم انه اني رايحة وحدي انا وعلي، بس فكرت بالريوق مالتهم. قلت لهم هذا الصمون وسلكت لهم بيض، رودينا كلش كلش حابتها. فكل ما البسها تقول لي هم، اقولها والله مو مال عمر، اشترى كبيرة. وبعدين شفت لها وحدة بالموقع اونلاين مالتهم، يعني الصفحة الرسمية مال كافالي. فشفت لها وحدة كلش كيوت وناسكة. فراح اسوي لها طلب، شو اسوي؟ هاليومين هاي توصل وتستلمها هي بالبيت، تجيها البوست. رودينا ما وصلت، عود من تجين للعراق لبسيها. اوكي كلش حلوه هاي، شوفوها بنات شلون راقيه باللبس. ها شوفوها شلون راقيه، كلش كلش حلوه. شوفوا طبعا حبيتها لانه مالتها القاعده جوا اخضر، اكو تصير حمراء اكو زرقاء، وحده احلى من اللون. بس هاي ما اعرف ليش كلش يعني هيك حسيتها كيوت. اوكي هسه شفتها قبالي بجنطة ناسيتها ما لبستها. وشنو؟ وشنو؟ تعال من علي يسوي له باي باي لمصطفى. ايه قول باي باي مصطفى. عود الحقنا مصطفى. ها؟ يس ايش مكرات ايش مكرات اجلت. ليش؟ شنو؟ ليش راح تعرفين تروحين؟ شو تريدي؟ ليش؟ لا ما اعرفكم، شو عندي غيركم انا؟ غير حتلحقوني. ثلاث اسابيع. لا لا ثلاث اسابيع بعد. بيبي باي الفيديو راح ما تشوفوش كل الاسبوع. وين؟ باي الفيديو راح اخذ فلوسك الاسبوع. انا شايله وياي عراقي. طبعا وديت الغراض وهسه راح نطلع هم هنا في مطعم فوق. كالعاده هذا المكان دائما كل ما نجي نقعد فيه. فنشتري الحيدر لفه نقشمره حتى لا يزعل. ومننا خلص ننزل منا هاي البوابه جوا. تشوفين هاي البوردين هو منا. يمكن طيارتك راحت وانتي بقيتينا. ها في المدارس. لا 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 ل
مو معصولة. حكولي يلا تشاو اسبوعين وتعالوا. نو يعني قعدوا نزاع الحذاء وسوى مات الحزام. شو والله اي والله مسوي. شو سويته؟ بريد اكل نجيبوا له الاكل. يلا تعال قعد يمي هنا هنا. ايش اذا تشديت نفسك ها تطلع عادي يمكن. احتمال ورا الساعة بالستة الرؤية تصير بعد أكثر يعني كثافة فما تبين الرحلات تتأجل. هسه دا ينطوا أونلاين بالأخبار إن شاء الله خير. شوفوا علي وين سعد اخذت الجنط مالتي هذني ثلاثة وراح نطلع يفتحين الباب. تعال هلا هلا وحق الله حسين الله علي وحق نور محمد هلا بيك والله حسين والله وحق ربك قلت بتول جاية ايوه ساعه هاي هاي شو اسمه بولو يلا زين ندري بولو والله عرفتك شوفاني قبل امي علم هاي اللي حبيتها اللي قلت لي اريد وحده سيارها شو اسمه هاي معدن ايوه ما يجاوب اخابر ايوه ما عجبتها كلش حلوه شوف قراني العب ثاني شنو يا معوده قشنك على فلات حيدر مال حجي شاشين شنو هاي معوده سوينا مشاعر مفاجات انت كم ساعه اي غير تلبس ديزاينات اثنين تنوع يعني بيع ساعه يلا تطلعها يعني بيع ساعات لا منها هاي غير سيان فوق وهاي اللي ردتها تتذكر اجلتك مالتي الناصيه ايه. نفس الديزاين بس رجالي حلو هاي يوميه تلبس طوخ ويا قمصان طوخ ويا اي شيء غامق تعال 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 تريك تعال ليش خابط تعال تريك بحليب حد اكل حلو هاي كوكو عندها بيبي عندها كوكو لا تخاف لا تخاف الله يعطيك سيلنا مامت سيلنا مامت
نامت. يلا سوي له سوي له نامت. يا راح نامت. يلا سوي له نامت هاك. آه نونو هذا نونو. الله هذا حلو النونو. نامت. هاك هاك. سوي له بوسة تعال. تعال شوف علي علي شوف. أوي. إيش كدوته؟ هالمرة دجاج ما مرابية. عندك خمسة بنات؟ والله ما أعرف ما أتوقع عديكم هالكلام زي كل شيء خرج. متعودة تأخذين أقول لك تأخذين هاي ال هاي ما تشتفج. هو جوزة يوسف لين هذا مو سلامات زي كل شيء. ليه سويت هي سد تعالي شبيك وغدا سويت حرمت. أقول لك سويت غدا وسقف السمك وسويت تمن وبامية. اي أيوة والله العظيم بابا جاب اغراض البيت وشي جاب لي كفر غير سوالف جيتي بلا كفر يخاف على التليفون بابا هاي شغلات كلش يعني ضوج منه طبعا كسر حرام اي سيليكونه حلوه سيليكونه اي هم زين شلون هذا ترجع عادي لا لا هاي هاي واحده تنزل طبعا براء جهتي شفناها بالكاميرا فايش راح نسوي راح نبقي الكاميرا هنا تشتغل وراح اني اصعد فوق بسرعه ونشوف لا 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 منها ها لا لا طب 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 ايش عليك انضوا لا تعال تعال تطلع لهم لا تطلع خلوا امور طبيعيه حكي اي تيم السياره عادي مو على امها على خاله حلو على خاله حلو نجحها كلها نجحها كلها شنو هاي جسيلها هاي شوفي هاي شنو هذا هذا الاصفر شنو الجميل هذا هذا للش اسمه الصيف الجاي تلبسه بالربيع لا سيجيها فتحي غمضي ها والله العظيم بدون ما انا قلت هذا يمكن راس السنه ما اعرف شو حبيت هذا تلبسه براس السنه هو مال البجامه تكشخبيه شوفوا اللون شوفوا اللون تتحلو حلو نونو سلمي جنن عاشت ايدك بس عيني اني احلى شيء بالهدايا اهم شيء هاي ما نسيتها اهم شيء ارميها هنا حبيبتي ما شاء الله هاي ها هاي بيها هي اشيلها انت بس انطيها شو اسمه لاغوست عشر ساعات والله خصوصا عشقها من بثور الجيمين مال بلاش لانه تجيبهن براندات اصليه وتجنن شنو رايك بالصدمه؟ لا الصدمه هي مريضه هسه بالقوه تحكي خبرتني ماما والله حتقولين كذب بس والله العظيم انا كنت حاسه بس ما متوقعه قلت مستحيل خبرنا هي احنا اول الناس احنا بالمطار بالثنتين بالليل والله العظيم قلت معقوله بتقول جايه ماما لين تضحك وتعاي هسه تجي هسه تجي قلت معقوله قالت لها هسه راح تجي والله بعدين قلت لا بتقول تقول لنا احنا اول الناس قريبين علي يوسف يطلع انا ما حرت اجعدكم بس خبرتنا كان رحنا لها قلت خل اشوف برا اذا قاعده اروح لها كلنا ماما نايمين ندق الباب شنو داك الباب علينا في هالوقت هذا؟ باعت نزلت وين؟ نزلت امك لهنا شافت جنط بالكاميرا كانت بتولد لا
على بليسك بتي وتلبي تلبي جدي استمتع جدي وجدي خالي ابوس ابوس خالي دوبي تشوف بس تعي شوفي تعي شوفي تعي قربي تعي قربي ايدها انا بقى اقرب شوفي 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 شلون الساعة جدي استمتع يا سلام والله ليش سلام استمتع شلون استنى فصبيعي ساقيت لك اني كل كون نصير غني غني